السيد احمد كمال معاون وزير التموين. احمد بيه مساء الخير. مساء الخير على حضرتك استاذ نشأت وكل الساده المشاهدين. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب وبخير يا رب، وان شاء الله يعني كل الايام اللي جايه كلها خير، واستعدادات الوزاره لشهر رمضان، وفرصه نقول لكل الساده المواطنين كل سنه وحضراتهم طيبين. وانت بالصحه والسلامه. احمد بيه، انا كنت قبل ما حضرتك تخش معايا كان مجموعه تساؤلات يعني هتخليني كده يعني ايه ما تبقى من شعري يطير. الحكومة وزارة التموين والدولة لم تتخذ قرارا برفع أي سعر لأي سلعة أساسية موجودة في السوق، صح ولا غلط؟ ده مظبوط. طيب تفسير ما جرى من طفرات سعرية في السوق، الحكومة ما رفعتش، طب مين اللي رفع؟ التجار والناس اللي عندهم السلع وغيره. يعني الحكومة شالت شيلة مش هي متسببة فيها، واحنا النهاردة بنحاول نحل الموضوع ونقول للناس يا جماعة انتبهوا، ما يحدث في السوق خطأ، والدولة النهاردة قاعدة عشان توفر بديل ومنافس بديلة لتوفير السلع أمام المواطن. كيف يمكن مواجهة هذا؟ طبعا اللي حضرتك أشرت ليه هو طبعا يعني بيت القصيد. أولا الدولة النهاردة يمكن كان في اجتماعين تم الإعلان عنهم من جانب مجلس الوزراء، وهم يعني في صلب الموضوع اللي حضرتك بتتكلم عليه. الدولة موجودة، وزارة التموين والتجارة الداخلية بتتدخل بمجموعة من الآليات. رقم واحد اللي حضرتك أشرت ليه إن منظومة السلع التموينية فيها استقرار كبير جدا، وقائمة السلع التموينية حوالي 27 صنف، مفيش أي سعر سلعة اتحرك منذ فترة طويلة. وعلى سبيل المثال السكر عندنا ب 10 جنيه ونص، الرز ب 8 جنيه، الفول المعبأ النص كيلو ب 7 جنيه ونص، الزيت بيبدأ من 20 جنيه، المكرونة ال 400 جرام بتبدأ من 4 جنيه وهكذا. أيضا سعر رغيف الخبز البلدي المدعم كما هو 5 قروش. ده الجزء الاول. الجزء الثاني احنا بنتدخل بشق الاتاحه او زياده المعروض من السلع التموينيه والسلع الحره. النهارده كان يعني مشرفينا زملاء حضرتك في قناه تن في احد المجمعات الاستهلاكيه اللي تابعه لوزاره التموين، وبنعلن عن الاستعدادات وعلى نسب التخفيضات اللي موجوده. المجمعات الاستهلاكيه وعددها 1300 مجمع على مستوى الجمهوريه، فيها ما يزيد عن ال 1000 صنف. كل السلع اللي موجوده في المجمعات اللي تابعه للوزاره التخفيضات فيها من 25 الى 30%. الامر الثالث اليه التدخل بمعارض اهلا رمضان. النهارده معالي الوزير اعلن في اجتماع مع دوله رئيس مجلس الوزراء ان احنا ان شاء الله المعرض هيبدا من 24 مارس، وده هيكون في محافظه القاهره وفي كل عواصم المحافظات، بالاضافه الى اكثر من 250 شركه مشاركه هذا العام في المعرض، وعندنا 1400 سلسلة تجارية هيبقى فيها ركن أو جناح خاص بأهلا رمضان وهتلتزم بنفس التخفيضات، وبعض السلاسل التجارية هتكون موجودة داخل المعرض وهتبيع بسعر الجملة أو أقل. الأمر الآخر، الدولة اشتغلت منذ فترة، يمكن ده تابعناه مع حضرتك وقلنا أكتر من مرة، إن احنا بنينا احتياطي استراتيجي آمن من السلع التموينية والأساسية، وعلى سبيل المثال القمح 4 شهور، الزيوت 5 شهور، الرز 4 شهور ونص، المكرونه 5 شهور، السكر 5 شهور ونص، ودلوقتي موسم توريد البنجر والقصب، الدواجن 6 شهور، الفول 3 شهور، وده ساهم ان احنا نمتص اي ازمات او اي صدمات بتحصل في الوقت الحالي. وزي ما كنا الحمد لله نجحنا في اداره ازمه كورونا، ان شاء الله قادرين ايضا على اداره هذه الازمه. سؤال حضرتك، طب ايه اللي حصل في الاسواق؟ اللي حصل ان مجموعه كبيره جدا من اسعار الخامات المستورده ارتفع سعرها، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن في بعض السلع أو بعض الأصناف، ولكن ما كانتش الزيادة الكبيرة اللي تؤدي إلى الارتفاع الحاصل في بعض السلع في الوقت الحالي. وإحنا دايما بنأكد أن وزارة التموين بتطرح السلع وبتناشد القطاع الخاص، والنهاردة كان في اجتماع مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات أن يتم زيادة المعروض من السلع وتحقيق هامش ربح أو تحقيق يعني سعر عادل لهذه السلع. والمقصود بالسعر العادل هنا ان انا بغطي تكاليف الانتاج مع هامش ربح معقول، بالاضافه الى ان في ايضا النهارده تصريحات من مجلس الوزراء، يمكن خلينا استعمل يعني التصريح اللي تم يعني ذكره النهارده، ان اي مورد او اي تاجر او اي يعني حلقه من حلقات التداول في الاسواق هيبقى فيها احتكار او هيبقى فيها حجب سلع عن التداول هيتم مواجهتها بكل الاجراءات القانونيه وبكل يعني اجراءات رادعه وحاسمه.
والنهارده الحملات اللي بتشتغل من جانب مباحث التموين وجهاز حمايه المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه وجهاز حمايه المستهلك اسفرت عن رصد مجموعه من الظواهر السلبيه بتؤكد على اخفاء بعض السلع زي الدقيق وزي الرز، وتم ضبط كميات كبيره جدا بمعرفه الاداره العامه لشرطه التموين او مباحث التموين، وهتعلن عنها يعني الاجهزه الاعلاميه الالكترونيه بذلك في وزاره الداخليه. فعايز اطمن الناس من خلال حضرتك ان استعداداتنا رمضان ان شاء الله شغاله حاليا على قدم وساق في المجمعات الاستهلاكيه. النهارده ايضا احنا الاسبوع الاول من شهر مارس صرفنا 40% من احتياجات المواطنين على منظومه السلع التموينيه، وده في اطار طبعا تكثيف المعروض من السلع التموينيه.